عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومركز القدس للدراسات السياسية في عمان مؤتمرا صحفيا لمناقشة نتائج حملة كل منهما لتعديل مشروع قانون الانتخاب بهدف الارتقاء بتمثيل المرأة في مجلس النواب الأردني. وكانت اللجنة الوطنية وشركاؤها من منظمات المجتمع المدني أعدوا مقترحا لتعديل بعض نصوص قانون الانتخاب المتعلقة بتمثيل المرأة، حيث تم عقد اجتماع موسع مع هذه المنظمات والتوافق على تعديل نص المادة 8 من مشروع القانون، بحيث تنص على تخصيص مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية وليس لكل محافظة، وتعديل الفقرة باء من المادة 9 بحيث لا تقل نسبة تمثيل المرأة في كل قائمة عن 30% من عدد المرشحين. وهذه قضية كثير أساسية. وبالمقابل نحن تم اختيار رفع مطالبة من ضمن تبنيها من ضمن ملتقى البرلمانيات الأردنيات لتوفير مقعد نسائي لكل امرأة في كل دائرة، والفكرة منها كانت انه يعني نحقق اكثر مكتسبات ممكن تحقيقها ضمن القانون الحالي. تولت اللجنة الوطنية امر اعداد المذكرة النيابية وتوقيع من مؤسسات المجتمع المدني، وتولى مركز القدس بموجب هذا التنسيق يعني إعداد عريضة باسم القيادات النسائية السياسية والبرلمانية والحزبية، مسؤولات سابقات، مفكرات، كاتبات، أديبات، فنانات، نقابيات في مختلف مجال الحياة العامة. وجرى توقيع أكثر من 1050 اسم لشخصيات قيادية نسائية في محافظات المملكة الـ12.